الديك الفرنسي يتحول إلى صقر متشدد في التعامل مع الدب الروسي. تبادل الزعيمان في الماضي الابتسامة والود والزهور في أبهى صور الصداقة، ولكن فرنسا اعتبرت أن روسيا شنت هجمات على مصالح فرنسية داخل فرنسا وخارجها. وراح الرئيس الفرنسي يحلق في آفاق تشدد بعيدة وينفخ في نيران الحرب المتأججة في أوكرانيا، وأخذ يطلق صيحات هجومية غير مسبوقة، لعل أبرزها أن روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين خصم لن يتوقف في أوكرانيا إذا لحقت الهزيمة بقوات كييف، وحث الأوروبيين على ألا يكونوا ضعفاء وأن يستعدوا للرد. واعتبر أنه إذا فازت روسيا في حرب أوكرانيا ستنخفض مصداقية أوروبا إلى الصفر، وطلب أوروبا ألا ترسم خطوطا حمراء، مما قد يوحي بالضعف أمام الكرملين ويشجعه على الاستمرار في غزو أوكرانيا. وأوضح ماكرون أن الكرملين أصبح أكثر تشددا مما وضع الاقتصاد الروسي في حالة حرب دائمة. ماكرون يعتقد أنه من أجل الحفاظ على السلام يتعين على أوروبا أن تكون مستعدة للحرب، وأشار إلى أن فرنسا قد تحتاج إلى نشر قوات على الأراضي الأوكرانية. وأضاف الرئيس الفرنسي أن أي تدهور للوضع في أوكرانيا يستلزم الاستعداد لاتخاذ القرارات اللازمة حتى لا تنتصر روسيا أبدا، وشدد على أن أمن الفرنسيين يتطلب هزيمة موسكو. مما لا شك فيه أن الزعيم الفرنسي يتضور وجعا وألما من خسارته عظيم نفوذه في القارة السمراء، وهذا ما أكده بوتين أن سيد الإليزي يشعر بالضغينة حيال النفوذ الروسي المتزايد في إفريقيا. وأوضح أنه أجرى مناقشات صريحة للغاية حول هذا الموضوع مع نظيره الفرنسي، وأكد الزعيم الروسي أن بلاده لم تفرض نفوذها على إفريقيا ولم تطرد فرنسا من الدول الإفريقية. وفي تقديره أنه كان على باريس أن تنافس مجموعة فاغنر نشرت مقاتليها في العديد من البلدان الإفريقية لتحل محل القوة الإقليمية الفرنسية التقليدية. بوتين أبرق رسالة واضحة إلى ماكرون أن نشر قوات غربية في أوكرانيا قد يقود العالم إلى شفا حرب عالمية ثالثة.